تاجو اتصلوا علي. المهم خلوني اقول لكم تاجو ايش مكوناته. لما اقول لكم ريحته فخمه 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 بس بنفس الوقت هاديه وريحه ما هي مزعجه. طيب فيها زعفران، فيها توت، فيها ورد، فيها بنفسج، وفيها باتشولي وبخور ولذر وعنبر. طبعا الروائح ما هي قريبة من بعض لأن هذا فيه زعفران، فالزعفران ريحته طاغية شوي. هذا هادي بعد الشاور، تعطروا منه البيت، تعطروا منه دواليبكم، لأنه أوريدي هو لايت فريجرنس، عرفتوا؟ أما بالنسبة لتاجو هذا عطر، يعني هذا بنات إذا بتهدون أخوانكم، بتهدون آبائكم، أزواجكم، بتبون تهدون الأحد، هذا يواجه، هذا الأثنين كلهم يواجهون. خذوهم كباكج، غلفوهم حتى أشكالهم تجنن. طيب إيش الفرق بينهم بما أنهم تقريبا نفس المكونات؟ بلانسيا فيه روائح فريش أكثر، مثل الفواكه، توت، العنبر، هذه الأشياء أكثر من تاجو. تاجو معتمد أكثر على البخور، على الزعفران، على السبايسز، يعني عرفتوا. فأنا عن نفسي أموت بريحة العود، فتاجو بالنسبة لي نمبر ون من عطوري، حرفيا نمبر ون، عشان كذا أنا مسميته تاجو. بلانسيا تعمدت أسميه بهذا الاسم، بقول لكم إيش المعنى للاسمين. بلانسي أنا سميتها بهذا الاسم لأنه يعني لي شيء، عرفتوا؟ فأبغى ريحة تكون فخمة. أوكي خلوني أجيكم للأسماء الحين. طيب خلوني أقول لكم إيش معنى تاجو. تاجو اللي هو تي اي طلال، جو يعني جود، عرفتوا؟ فدمجتها صارت تاجو. عندي برضو تي شيرت كان هدية من طلال بنفس الشيء، فعشان كذا سميتها هالاسم تاجو، لأنه مكتوب على التي شيرت من ورا تاجو، فنفس الشيء. أما بالنسبة لبلانسيا، بلانسيا اللي هو الميزان بالإيطالي، فالميزان اللي هو برج طلال الميزان، حبيت أهديه هذه المجموعة بمناسبة الأنيفرسري، بما أننا اليوم نكمل سنة نعرف بعض، فبس حبيت أهدي هذه المجموعة بأنها تكون له، أنه تاجو بلانسيا البرج حقه، وتاجو أنه ميكس أسامينا مع بعض. فبس أتمنى تعجبكم هذه العطور لأنها جد جد خيالية، روائحها فخمة 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 إلى أبعد 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 درجة. طبعا للأمانة تمنيت أن هذا اليوم إحنا نكون مع بعض، لكن تعرفون الظروف وكورونا بس هانت، أنا باقي لي يومين على الحجر خلص، فهانت هانت خلاص. فأقول لكم أن هذه المجموعة اللي توني نزلتها تعني لي كثير كثير كثير، فلازم تطلبونها. اللي جدي يحبني لازم يطلبها، لأنها راح تكون عنده يعني إدمان 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 إدمان، لأنها خيالية خيالية. يعني الروائح اللي لما تشمونها تقولون ما شمينا مثلها قبل، وروائح كأنها يعني كيف أشرح لكم، من قوة ما هي حلوة وفخمة وراقية، ما أدري كيف أشرح لكم، بس إنها جميلة وتنفع يومية، مو الثقيلة اللي لا بس حقت مناسبات، لا تنفع مناسبات، تنفع يومية، تنفع